بهدف خفض فاتورة استيراد الحبوب والأسمدة خاصة مع زيادة أسعارها في السوق الدولية، وزارة الفلاحة ووزارة الطاقة توقعان اتفاقية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية أسميدال. يهدف الاتفاق الأول بين الديوان الوطني للحبوب وشركة أسميدال تابعة لمجمع سوناطراك إلى تأمين إمدادات قطاع الفلاحة وخاصة شعبة الحبوب بالأسمدة على أساس برنامج متعدد السنوات حتى عام 2024. تجسيدا لبرنامج خاصة سيد رئيس الجمهورية اللي ألح باش يكون عندنا عام نرفع التحدي خاصة تاع القمح الصلب، وإن شاء الله يكون عام فيه إجراءات أخرى راح تجي فيما يخص التحفيزات خاصة لشعبة الحبوب، باش نجعل من العام هذا عام تحدي، عام تقليص وبنسبة معتبرة فيما يخص استيراد القمح وخاصة القمح الصلب. وزارتا الفلاحة والطاقة وقعتا اتفاقية أخرى لبناء شراكة تفتح آفاق الاستثمار بشكل يحقق الأمن الغذائي ويوسع نشاط التصدير خارج قطاع المحروقات. تجسيدا لورقة الطريق لوزارة الفلاحة من الجانب الاستثمار والاستثمار المهيكل، تشجيع الاستثمار المهيكل. سيواصل قطاع الطاقة والمناجم جهوده لضمان وتوفير الطاقة والمنتوجات الطاقوية اللازمة للفلاحة والصناعة. القطاع الفلاحي الذي عرف مردودية غير مسبوقة منذ بداية جائحة كوفيد من خلال وفرة المنتوج رغم العقبات، يمكنه أن يكون أحد البدائل الاستعجالية لتقليص الواردات وتنويع الصادرات.